بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى درس جديد من دروس تعلم الأركجيس. في هذه الحلقة إن شاء الله يعني بعد طلب من أحد المتتبعين بخصوص إعداد خريطة خاصة بمنحنيات تساوي التساقطات المطرية، الآن يعني أتوفر على ملف إكسل خاص بالإحصائيات الخاصة بالجنوب بمدينة أكادير. الآن يعني أتوفر على ملف إكسل فيه يعني المعطيات الخاصة يعني أرقام لستاسيون دو ميزور، كذلك الإحداثيات الجغرافية الخاصة بتواجدها، وكذلك لا مويان أنويل بالمليمتر بارون. الآن يعني عند لإضافة هذه المعلومات الموجودة في الإكسل إلى الأركجيس، دائما لقد قمت بعمل فيديو بهذا الخصوص. الآن أذهب إلى الملف، أقوم بكليك دروة ثم إلى Display XYZ. الآن هنا يعني تظهر جميع الكولون الموجودة في الطابل، أختار يعني التي سوفر على X، نفس الشيء بالنسبة للY، وكذلك الزد إن احتاجنا إلى ذلك. الآن System Coordinates سأحدد نظام الإحداثيات الذي تتواجد فيه الستاسيون دو ميزور. نذهب، سيتواجد في المنطقة سود، المنطقة الثانية لزون لومبير، ثم أضغط أوكي ثم أوكي. الآن تلاحظون أنه تمت إضافة النقاط الخاصة بنا إلى الملف. بعد ذلك سنذهب إلى أرك تول بوكس، ثم إلى 3D أناليز تولز، ثم إلى راستر انتربولاسيون، ثم هناك العديد من الطرق الخاصة بالانتربولاسيون، اي دي دبليو، الكريجين، ناتشور نايبورغ، وكذلك سبلاين. ربما سأستعمل مثلا سبلاين، ستفتح لدي هذه النافذة. سأختار الملف النقطي الذي يحتوي على ليميزور الخاصة بنا. الآن هو لوشون الذي سنعتمده في عملية الحساب. سأضغط ثم أذهب إلى التي تحتوي على لمويان أنويل بالمليمتر بارون، بعد ذلك أضغط أوكي. وسننتظر ريثما ينتهي البرنامج من عملية الحساب وعملية القيام بانتربولاسيون. الآن كما تلاحظون لقد قام بعملية حساب السبلاين، وقام بتحديد ديزانترفال التي تبدأ من 35 إلى 323 كأعلى قيمة. بعد ذلك من أجل حساب ليزويت أو منحنية تساوي التساقطات، نذهب إلى Spatial Analysis Tools، ثم إلى Surface، ثم إلى Contour. نضغط على Contour. الآن Input Raster، سنختار النتيجة التي حصلنا عليه في الأول Spline، ثم كذلك نختار الانترفال يعني المسافة التي تفصل بين دوزي زويت سكسيسيف. مثلا قد نختار مثلا 20 متر، يعني 20 مليمتر، 20 ملم تساقطات بارون بين دو زيزويت سكسيسيف، ثم نضغط على اوكي. الان كما تلاحظون يعني البرنامج قام بحساب ليزويت الخاصه بناء على الانتربولاسيون التي قمنا بادخالها. فقط للتاكد ساقوم باظهار كما تلاحظون الطابل اتريبيوتير، وهنا تظهر القيم الخاصه بكل خط. سنقوم بإظهارها على الخريطة يعني بكليك دروة، ثم إلى بروبريتي، بعد ذلك يعني نتوجه لإظهار القيم انطلاقا من الليبل، ثم نقوم بتفعيل هذه الخاصية. بعد ذلك نظهر إلى كونتور، ثم نضغط مثلا أوكي. تلاحظون لقد تم يعني إظهار القيم الخاصة بكل كرب. فقط للتأكيد سنظهر فقط القيم التي تتواجد فيها النقاط للتأكد فقط بكليك دروة بروبريتي كذلك، ثم يعني نذهب إلى الليبل من أجل إظهار كذلك القيم الخاصة بالنقاط، ثم نذهب إلى لموين أنويل بارون. تلاحظون الآن إذا قمنا بزوم تلاحظون أن هذه النقطة هي 207.9، فهي محصورة ما بين دو كورب 220 وكذلك 200. يعني هي عملية
ليست بالصعبة من أجل إظهار يعني الخطوط تساوي التساقطات، فقط الاحتواء يعني يجب توفر فقط على المعطيات اللازمة لذلك. إلى هنا تنتهي هذا الدرس، نلتقي في درس جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.